نعيد الأمر. مش مفعل وضع مطور أباف بس بيلد سيستم فيرجن بيلد نمبر حسب نفعل وضع مطور. أوكي اوكي احنا اول فعلنا ايش على اساس فتح البوت لودر ولا لا؟ اوكي تطلع لي الرساله اعمل له الويز اوكي. هذه على اساس نفتح البوت لودر لما تكون ايش انبول على اساس يفتح معنا ايش. اوكي على التشغيل تخلي له وضع ايش فاسبوت. هذا وضع فاسبوت. هذا موقع فاسبوت. طيب ننسخ الامر الان من الموقع. سجل هذا طبعا احنا قد نزلنا هذا المقلد كامل اسمه بلاتفورم موجود عندنا. بلاتفورم ويندوز وتولز تست ويندوز. تنسخ الامر وتحمله من النت حق منوال 23 بايت واحنا الحين شغالين من عليه شغالين عليه. طيب ننسق الامر اللي نسخناه من هنا. ننسخ الامر كوي ننتقل لهنا نعمل له ايش بيست انتر. ظهر لي الامر التالي. ظهر الامر ولا لا؟ طيب ايوه بالضبط نعمل مارك. ننسخ الامر كامل صح؟ ننسخه كامل بالضبط هنا بالضبط هنا نفس أوامر الفاسبوت كوي. نجي للموقع هنا صباح هنا صح هنا فايف بيست ايش هنا بعدين نعمل ايش؟ كان ماي ديفايس بي ان لوك. طيب احنا قلنا نتخلص من السبيس نتخلص من السبيس يعني من الفراغات. ايوه لانه ما قبلش معاه لانه كان في فراغ. ايوه بعد هنا في فراغ. في فراغ هنا خارج المكان مجرد ما اسمه خارج هنا في فراغ ولا ما في ما في صح؟ خلاص شوف الله ينفعك وشوف طيب معك اثنين ايوه شوف لما بعدنا الفراغات ظهرت معنا اللي ريكويست ان لوك كي ظهرت معنا هنا ما وافق على الشروط بعدين ايش ريكويست كان اول ما تظهرش معنا بسبب انه كان في فراغات كانت ما تظهرش معنا نفس نفس هذا. طيب اوكي ريكويست ان لوك كي اوكي تعمل له تعاريف اسمه تعاريف وفي واحد اسمه تعاريف. اوكي انلوك يور ديفايس الحمد لله من 4-6 يوم يا عبد الاله سلام طيب قابل بقية الأوامر. يا عبد الله قال لك اوكي اوكي اشتري لنا مكتوب از لوك ديفايس از لوك. طيب سال الاوامر ذكر ايش قال الاوامر
طيب كسرنا التسجيل عشان تجي هنا منه. طيب نقعد بلاتفورم البلاتفورم ايوه. طبعا تعريف الجهاز ضروري موجودة في الجوال. طيب نرجع للموقع ننسخ الامر هذا بدون هذا كابي نرجع للديفيس نعمل بيست نعمل فاصلة هذول الكود اللي كان موجود معنا هنا اللي سلبوا من الموقع نفسه هذا كابي كان هنا بيست اوكي اوكي تم بنجاح تم بنجاح اللوكيد نعم الجهاز تم فتح اللوكيد هذا الامر هذا طبقناه وهذه كلمه اللوكيد طلعت بالجوال عاد تشغيل الان اشتغل الجوال مبروك واللي تاكد ان البوت لودر مفتوح يعيد تشغيل الجوال يعيد تشغيل الجوال نعمل ADB ايش ريبوت بوت لودر بوت لودر اوكي الان الجوال على التشغيل على تشغيل الجوال الان. طيب نشوف الرساله ايش طلعت. ايوه خلاص ديفايس انلوكت ديفايس انلوكت اوكي نحاول نروت الجوال الان نحاول نروت الجوال.